حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي المحلل العسكري الاستراتيجي العميد المتقاعد خلفان الكعبي بعد التحية. طبعا في إحدى المكالمات الأخيرة تم الكشف عن تحفظات الدوحة على المشاركة ضمن قوات درع الجزيرة في البحرين، أن الوجود القطري أيضا اقتصر على وجود 2 من المراقبين فقط. ماذا يدل هذه المكالمات على تنصل قطر من مهامها في درع الجزيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمحي لي أعزي شعب البحرين عن شهيد العمل الإرهابي اللي سقط أمس رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يشفي الجرحى. بالنسبة طبعا للمكالمات، من المكالمة الواضحة للأسف الشديد أن يصدر مثل هذا التصرف من القيادة القطرية. القيادة القطرية بدل أن تسارع من أن تتحدث مع القيادة البحرينية وتطلب منه وتسألها ما هو احتياجها، ما هي المساعدة التي نستطيع أن نقدمها، كما فعلت البحرين، كما فعلت السعودية وفعلت الإمارات ودول أخرى. بدلا من ذلك ذهبت للتحريض. يعني كان المكالمة واضحة جدا، تنصلها من درع الجزيرة. الهدف من إنشاء قوة درع الجزيرة هو الدفاع عن أمن الخليج. طبعا هذا الكلام من الاتفاق من 1982، فهو الاتفاق واضح انه هو درع الجزيره، الهدف منه حمايه ورد اي عدوان يستهدف دول الخليج، وهناك اتفاقيه دفاع مشتركه ايضا موقعه سنه 2000 في ديسمبر 2000 في العاصمه البحرينيه المنامه. للاسف ان قطر لها عندها تحفظ، وهذا يعتبر يفترض ان لا يكون لديها اي تحفظ، هذا تم الاتفاق عليه، وهذا لمصلحه الجميع، لمصلحه امن واستقرار الخليج، اللي ما نستطيع نساوم على امن اي دوله من دوله. للاسف ان يصدر هذا التصرف من القياده القطريه التي حقيقه ان للاسف تعاطفت مع مثيري الفتنه والشغب، اللي هم ايضا على تواصل وعلى تنسيق تام مع الايرانيين. فهذا شيء حقيقه مؤسف وشيء مستغرب من القياده القطريه، وحقيقه يؤكد ان التصرفات والاجراءات التي قامت بها البحرين والسعوديه والامارات ومصر وغيرها من الدول اجراءات صحيحه وفي محلها. نعم سيدي، هل ترى بان تحالف قطر مع ايران، هذا التحالف الذي كما وصفه التقرير السابق بانه تحالف يتسم بالفوضى والتشويش، هل سوف يعني اخترته قطر ليكون بديلا لدرع الجزيره بالنسبه لها؟ للاسف هي قطر يعني اختارت جانب الشر ولم تختار جانب الخير، لم تنحاز الى دول مجلس التعاون، لم تنحاز الى قضايانا، انحازت الى ايران، واعتقادا منها بان تحالف مع ايران هو سيسهم في حمايتها وهو سيسهم في نموها. لكن للاسف ان اختيارهم اختيار غير صحيح واختيار غير موفق. ايران اينما حلت في اي دوله هي تسبب الخراب، حلت في سوريا سببت الخراب، حلت في العراق سببت الخراب، حلت في لبنان الخراب، وحلت ايضا في اليمن سببت الخراب. فايران اينما وجدت سببت الخراب. فاختيار قطر غير صحيح، غير صحيح. نعم، من ابو ظبي المحلل العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خلفان الكعبي، شكرا جزيلا لك.